المطلوب منا الآن أن نقوم بتبسيط 7x زائد 10 مرفوعة للقوة 2. عندما ترى شيء كهذا فربما أنك ترغب بأن تكتبه 7x للقوة 2 زائد 10 للقوة 2، وهذا غير صحيح. تذكروا أنه عندما تقوم بتربيع شيء ما فإنكم تضربون شيء ما بنفسه. إذن هذا سيكون 7x للقوة 2 زائد 10x للقوة 2، وهذا يساوي 7x زائد 10 مضروبة في 7x زائد 10. هنا لا يساوي، في بعض الأوقات إذا قلتم أن هذا يساوي 7x ضرب 10 مرفوعة للقوة 2، بالتالي يمكنكم أن تقولوا أن هذا يساوي 7x مرفوعة للقوة 2 مضروبة في 10 مرفوعة للقوة 2. سيكون بإمكانكم أن تفعلوا هكذا في هذه الحالة، لكن هذا لا يتم تطبيقه هنا. إذن 7x زائد 10 مرفوعة للقوة 2 تساوي 7x زائد 10 مضروبة في 7x زائد 10. لذا دعوني أمحو هذا من الأعلى، ربما أن هذه أكبر نقطة التباس. عندما يتعلم الأشخاص لأول مرة كيفية أخذ مربع عبارة كهذا، لذا تذكروا دائما أنه 7x زائد 10 مضروبة في 7x زائد 10، والآن بإمكاننا أن نضربهم. إذن أولا يمكننا أن نوزع العبارة الصفراء 7x زائد 10 على كل من العبارات الخضراء، ستصبح 7x زائد 10 مضروبة في 7x. إذن نضع 7x خارجا، ومن ثم نقول زائد 7x زائد 10 مضروبة في 10، أو يمكننا أن نقول زائد 10 مضروبة في 7x زائد 10. لقد قمت بتوزيع 7x زائد 10 على كل من هذه العبارات، ثم تجري خاصية التوزيع مرة أخرى. 7x ضرب 7x يساوي 49x تربيع. سبعة إكس ضرب 10 تساوي 70x. ثم لدينا 10 ضرب 7x تساوي 70x. ومن ثم لدينا 10 ضرب 10 تساوي 100. الآن يوجد شيء مثير للاهتمام، ربما ستلاحظه، وهو أن هذه العبارة هي أول عبارة مربعة. 7x تربيع تساوي 49x تربيع، ومن ثم كون لدينا مربع العبارة الأخيرة 10 تربيع تساوي 100، لكن في الوسط لدينا حاصل هذين الشيئين، وهما عبارة عن حاصل التعامل مع جميع المكونات المختلفة من النواتج. إذن العبارة النهائية عندما نقوم بتبسيط كل شيء تصبح 49x تربيع زائد 140x زائد 100. إذا أردتم أن تتذكروا طريقة سريعة لتربيع عبارة ثنائية الحدود هكذا، تذكروا فقط أنها أتت من خاصية التوزيع. لكن إذا كان يتوجب عليكم القيام بهذا بطريقة أسرع، فإنه سيكون مربع هذه العبارة الأولى، أي هذا، زائد 2 ضرب حاصل هاتين العبارتين، أي 7x ضرب 10 تساوي 70x، ومن ثم نضربهما ب 2 ونحصل على 140x، نحصل على ذلك. ثم العبارة الأخيرة ستكون مربع العبارة الثانية، أي 10 تربيع تساوي 100، وانتهينا.